احنا ناس كتير، حتى الواحد اي حد فينا ممكن نبقى عايزين نبدأ مشروع صغير، مش عارفين البداية تبقى ازاي، ولا عارفين ايه الحقوق اللي لينا وايه كمان الواجبات اللي علينا. مش كده بس، احيانا مبقاش عارفين ازاي نعمل مشروع ونكمله ازاي اذا ابتديناه ونقول ده مشروع ناجح. نقول مشروع ناجح ونكمل ولا كفايه كده ونوقف؟ يعني كلنا بيمر علينا هذا الاحساس. الاهم من كل ده ازاي ما نوقعش يعني في فريسه للنصب، ونكون احد ضحايا مستريح. مستريح اسمه مستريح ولا مستريح؟ مستريح. هنقوله بالعامي بقى مستريح. الناس عماله، انا مش مصدقه ان في حد بيصدق الكلام لحد دلوقتي. مش مصدقه انه بعد تجربه السابقه بتاعتنا والبهدله اللي شفناها ان حد بيصدق لسه الكلام ده. يعني للاسف. احنا دلوقتي النهارده بشكل مبسط جدا هنحاول نعرف ازاي نتجنب الوقوع في فخ النصب، وان احنا نبتدي مشروع جديد، وايه هي اهم الخطوات اللي يعني ما نستغناش عنها علشان المشروع ده ان شاء الله ينجح ويكمل على خير. ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا في زوم، الاستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي. اهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ سناء، اهلا. ليا الشرف ان اكون مع حضرتك ومع استاذه شيرين. اهلا بحضرتك. احيانا بنبقى شايفين المشروع اللي هنعمله ونشوفه انه ده صغير، فيعني مش محتاجين ان احنا نعرف ايه الاسس البدء في هذا المشروع، ولا ايه حقوقنا، ولا ايه واجباتنا. هل يعني اي مشروع مهما كان حجمه صغير ولا كبير بيحتاج ان احنا ندرسه كويس علشان انه، ولا لازم ابقى خبير اقتصادي عشان افهم؟ انا طبعا ما فيش وسيله ان انا افهم مبدئيا يعني، بس حضرتك تقول لنا بقى. لا، هو في البدايه مش محتاجه انه الشخص يكون خبير ودارس اقتصاد خالص. يعني نموذج عبد الغفور البرعي موجود حوالينا في كل حته. في ناس ما اتعلمتش القرايه والكتابه وشاطرين جدا في التجاره. لن اعيش في جلباب ابي، مش كده اسمه كان المسلسل؟ بالظبط. فبالتالي الموضوع مش محتاج خبره ودراسه قد ما هو محتاج رقم واحد، انه هذا الشخص يكون عنده الحد الادنى من الوعي، الحد الادنى من الفهم، الحد الادنى من المعلومات الاساسيه عن الحياه عموما، مش عن الاقتصاد، عن الحياه عموما. رقم اثنين طبعا مهم، ما نقدرش ان انا يعني انكر اهميه ان انت تكون فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. مش هنقول ان انت تكون خبير اقتصادي ولا ان انت تبقى فاهم النظريات الاقتصاديه، لكن تبقى عارف على الاقل يعني هو يعني ايه نمو اقتصادي، هو احنا عندنا تضخم قد ايه، هو احنا عدد احتياجات المجتمع والعرض والطلب ماشي ازاي. دي معلومات عامه بتفيدك في ان انت تفهم المستقبل رايح فين، احنا فين اول النهارده في الواقع اللي احنا فين، احنا واقفين فين ورايحين فين الفتره الجايه. حتى لو مشروع صغير محتاج يعني، حتى يا استاذ محمد مشروع صغير خالص على قد، دايما بيقولوا في مشاريع متناهيه الصغر، فهل ده محتاجه ان انا اعرف التنميه ايه، ومحتاجه اعرف الوضع الاقتصادي ايه ولا ايه؟ مش عارف. مثلا لو انت بتفكر ان انت في مجتمع مثلا عمراني جديد زي مثلا حدائق اكتوبر، ممكن تفكر ان انت تروح تعمل هناك مشروع. هقول اي ابسط حاجه، اصغر مشروع ممكن مثلا مغسله سيارات. فانت أصغر مثلا مشروع؟ عشان انت صح، مغسله سيارات ما فيهاش اي حاجه. انت هتجيب هي ميه وصابون، يعني مش هتجيب اجهزه بقى وبتاع. لا لا، ما فيهاش اي حاجه يعني. الموضوع ب 50,000 جنيه ممكن يتعمل. لكن اللي اقصد اقوله ان انت لو مدرك ومتابع اللي بيحصل في البلد، وعارف ان في مدينه بتتوسع جنبك في اسمها حدائق اكتوبر، بيتعمل فيها مشاريع جديده زي دار مصر وجنه مصر وسكن مصر، ان مستويات دخول الناس في الاماكن دي تسمح لهم ان هم يمتلكوا سيارات، وبالتالي انت ممكن تستعمل الحسبه بتاعتك وتلاقي لما تروح بقى هناك المنطقه الجغرافيه دي تدرس الجغرافيا، تلاقي ان في نقص مثلا في المغاسل، مفيش مغاسل سيارات قريبه، ومفيش محطات وقود فيها مغاسل قريبه، وبالتالي ده معناها فرصه كبيره ليك. فبالتالي لو انت فاهم انه هناك توسع عمراني في اتجاهات معينه من الاخبار اللي انت بتتابعها، هتفيدك على الاقل تعرف فكره عامه عن اللي بيحصل. طب نحاول نبسط الامور والمصطلحات استاذ محمد لو حضرتك سامعني. احنا بنتكلم على ناس بسيطه معاها قرشين
وعايزين زي ما بيقولوا كده بلغة السوق يدوروهم. ليه بيلجأوا للمستريح؟ لأنه هو مش فاهم السوق قوي، مش فاهم يعني إيه تضخم، مش فاهم إيه هو النمو الاقتصادي، خايف من مخاطر إن هو يخش في مشروع ويفشل، يمكن مش هيعرف يسوق منتجه، فبيفكر إنه الأسهل إن أنا أديهم لصاحب التجارة، صاحب المال يدورهم لي وأخد ريعه وأعيش بيهم عيشة مستريحة، فتؤدي في الآخر المغامرة دي اللي هو بيعتقد ان هو بيبعد عن مخاطر السوق ان هو يتنصب عليه. فممكن حضرتك اولا تشرح لنا المستريحين دول بيجذبوا الناس ازاي ان هم يدفعوا لهم الارقام دي ويضحوا بشقة عمرهم، خصوصا ان احنا كل يوم بنقرا عن حد جديد وبيتنشر وبيتقال اسمه ونصب على الناس ازاي، ويظهر شخصية جديدة في مكان اخر يعمل نفس الخطة بنفس التفاصيل تقريبا. هو رقم واحد انه هذا الشخص، هذا النصاب، هو بيقدر ان هو يخدع الناس، ان هو بيعمل كذا معامله حقيقيه. يعني ايه؟ يعني هو فعلا بيدي ارباح في البدايه، تمام، فالناس تبقى تثق فيه، فلما يمسكوا الارباح في ايديهم يبداوا يديله فلوس اكتر، لما بعد كده يبداوا يكلموا قرايبهم او يكلموا اصحابهم يقولوا لهم انه في حد بيشغل لنا الفلوس، وفعلا هو راجل ثقه وامين وادينا ارباح فعلا شهرين وثلاثة وأربعة، فتبدأ الدايرة تكبر. فده رقم واحد، إنه من هنا هو بيقدر يوقعهم ويوقع غيرهم والدايرة تكبر، بنوصل لأرقام ضخمة بتبدأ من آلافات لحد 500 مليون ومليارات، مليارات حتى في بعض القضايا. يعني ده رقم واحد. رقم اثنين، في ناس ما زالت حتى هذه اللحظة لا تزال تعتقد أن البنوك وفوائدها ربوية، فهو بيخاف يقرب منها. هو معتقد كده، معتقد ده خطأ، رغم أن دار الإفتاء والأزهر قالوا أن ده حلال، لكن هم ما زالوا شايفين ان هي حرام. رقم ثلاثة، انه المحتال ده حتى الواقعة الاخيرة اللي في أسوان، هو دخل للناس من مدخل او من ثغرة او نقطة ضعف هم بيضعفوا قدامها، اللي هو ايه؟ حب آل البيت. هم لانه هو دخل عليهم من دخلة انه انا جات لي السيدة زينب او السيدة نفيسة رضي الله عنها، انه هي جات لي في المنام وقالت لي ان الناس دي لازم انت تكسبهم وخد منهم فلوس، وقعد يشغل انا تواشيح دينيه وفتح بيته وجاب سماعات. انا شفت فيديوهات غريبه يعني كلها عن الصوفيه وحب آل البيت، فبرضه دخل للناس من نقطه ضعف هم ما بيقدروش يقاوموها. فبرضه دي ثالث حاجه، ان هو يبدو عليه رجل دين اولي من اولياء الله الصالحين، يعني فمستحيل ينصب عليه. رقم أربعة، لو افترضنا أن الناس دخل عليها كل ده أو في الثلاث نقاط، الثلاث أسباب اللي فاتت، رقم أربعة، حتى لو أنا ممكن ما عنديش مشكلة في الفوائد الربوية ومش هيدخل عليا الخدعة اللي هو هيعملها، بس أنا مش عايز أحط فلوسي في أي مؤسسة بنكية أو أي مؤسسة رسمية، عشان أنا مش عايز الحكومة أصلا تعرف أنا عندي إيه. في حتى هذه اللحظة ناس رافضة أو خايفة أو بتتهرب من فكره من اين لك هذا، ان انت جبته منين. في ناس معتقده خطا برضو انه ممكن الحكومه تضع يدها على امواله دي او تحط ضرائب عليها، وده برضو عمره ما هيحصل، ولا حصل ولا هيحصل ابدا، ان الفلوس في البنوك امنه ومضمونه. فاحنا عندنا ميكس كده او خليط من الاسباب اللي هي بتشكل مع بعضها البعض الوضع اللي احنا وصلنا له ده من كل النصب والاحتيال ده. طبعا السبب الاول والاخير والرئيسي هو ان الناس عندها جشع، عندها طمع، جزء. عايزين ربح سريع بدون اي مجهود. ما هو النصاب دايما لازم طماع. انت عندك 18% في البنك. ما انت عندك 18% صحيح. في البنك. صحيح. بدون مجهود، عائد مش هتلاقيه في اي مشروع، ولا هتلاقيه في مصر ولا جوه مصر ولا بره مصر. ابدا مش هتلاقي عائد بالشكل ده. فبالتالي ايه اللي بيمنع الناس ان هي تروح البنوك؟ هو اللي انا قلت، يا اما خايف من الضرايب، يا اما خايف ان الحكومه تعرف هو عنده ايه، يا اما خايف من انها تكون ربويه فيبقى فلوسه حرام وبيته حرام واكله حرام ويلبس اولاده من حرام، فيخاف بقى يبدا يدخل في لائحه الضمانيه ويحس بالذنب. وده موجود، ما نقدرش ننكر ان هو موجود عند ناس كتيره جدا. الشيخ خالد الجندي كان لسه بيتكلم في الموضوع ده فعلا امبارح وبيصحح المفاهيم دي. والحاجه الثانيه، يعني أنا عايز أعرف دلوقتي وضع الناس اللي حطت فلوسها دي راحت عليهم ولا إيه؟ يعني بيحصل إيه بعد كده؟ وحضرتك بالتجربة السابقة حتى إيه اللي بيحصل؟ لأنه ده مهم. لا طبعاً. أولاً من الناحية القانونية طبعاً النيابة هي المتخول ليها إن هي تقول لنا
اتفضل استاذ محمد، ده حصل فريز في الصوره يا استاذ. طيب. لا انه الناس لا مفيش حد راجع له حاجه، والقضايا بتقعد في المحاكم سنين طويله جدا. حتى لو المتهمين ورا القضبان، حتى لو المتهمين موجودين يعني مش هربانين، برضه ده مش هيرجع الفلوس. لان القضايا اللي احنا فيها بقالنا كام اخر كام سنه هي قضايا احتيال صرف. بمعنى صح. ايه؟ بمعنى انه زمان في الثمانينات لما بدات هذه الوقائع، شركات توظيف الاموال بالظبط، لما بدات هذه الوقائع، حضرتك سامعاني؟ ايوه حضرتك. أيوة. لما بدات هذه الوقائع زمان كانت الناس بتشتغل، هم ارتكبوا اخطاء ماليه واتحاسبوا عليها صح، بس كان في مشاريع، كان في مزارع، كان في تجاره، كان في اجهزه، فبالتالي كان ممكن الناس تاخد ربع فلوسها تعويضات يعني في المحاكم، كان ممكن المحكمه تقدر ترد، لان في تجاره، في مشروع، في شركه. المشكله اللي في اخر 10 15 سنه كل وقائع النصب دي نصب صرف، مفيش مشروع بيحصل، هو بياخد الفلوس بيجمعها وبيهرب، او مش بيهرب، او بيتم القاء القبض عليه بس برضه ما بيعملش حاجه. يا ريته خلق فرص عمل، يا ريته عمل مشروع منتج، يا ريته اشترى حاجات وبيتاجر فيها او بيعمل هامش ربح، يا ريت عمل اي حاجه. لا، هو لا فاد الاقتصاد ولا فاد الناس، واخد فلوسهم وعمليه احتيال كامله ما فيهاش اي حاجه مفيده للاقتصاد وللناس. فبالتالي لما بنوصل للمحاكم ما بنلاقيش الفلوس دي، بتكون اتبخرت. فراحت عليه، بتروح فين؟ تلاقيها يعني هربها بره طبعا، ولا خباها تحت يعني، ما هو لانه مش عايز الحكومه اكيد تلاقيها شغلانه. طب وبعدين يعني الناس دي كلها، هو المستريح الاخراني ده، هو كان لامم من الناس قد ايه يا استاذ محمد؟ 500 مليون جنيه. يا نهار ابيض، 500 مليون جنيه، 3900 بلاغ. يعني حضرتك انت تتخيلي النيابه اشتغلت على عدد كم من البلاغات يعني؟ 3900 بلاغ، ده كمان عدد المتهمين 36 لحد دلوقتي. يا خلاص. يبقاش في شخص واحد، هما بتبقى بقى مجموعه يعني عصابه. يبدو انها شبكه. عصابه. يبدو انها تنظيم شبكه كبيره. مفيش اي ضمانات للبني ادمين دول، مفيش اي ضمانات. يا استاذه سناء، هو ده دور، دورنا كباحثين، ده دور حضرتك كاعلاميه مخضرمه، انه الوعي بقى، انه يا جماعه بلاش تعملوا في نفسكم كده، بلاش ما تديش فلوسك حتى لو اخوك. انا شوفي انا بقول لحضرتك قد ايه، حتى لو اخوك لو مش هيضحك عليك، فمش شرط يكون هو شاطر، ممكن الفلوس تضيع لان هو مش شاطر. مفيش ضمانات، بخلاف لما انت تروح لبنك او تروح لصندوق استثمار او تروح لشركه او تحطها في مؤسسه، على الاقل بيبقى في رقابه حكوميه. على الاقل لما تحط فلوسك في اي بنك جوه مصر، البنك المركزي المصري بيضمن 100% من هذه الاموال، 100%. عايز اقول لحضرتك حاجه، في بنوك مركزيه كبيره جدا في العالم لا تضمن 100% من الودائع. امريكا الفدرالي الامريكي، البنك المركزي الامريكي لا يضمن 100% من فلوس المودعين في البنوك الامريكيه. تخيلي البنك المركزي المصري يا استاذه سناء ويا استاذه شيرين يضمن 100% من ودائعك. طيب بغض النظر عن البنوك، هتقول لي انا عايز اروح مثلا البورصه. طيب يا سيدي، ما انت عندك شركات تداول اوراق ماليه مرخصه من هيئه الرقابه الماليه، وعليها رقابه، وفلوسك برضو بيتم الحفاظ عليها ومراقبتها، في مراقبتها، وفي صندوق اسمه صندوق حمايه المستثمر. انت عندك وسائل حمايه ودروع حمايه، درع اول ودرع ثاني ودرع ثالث، عندنا دروع كتيره وعندنا قوانين وعندنا هيئات رقابيه، فانت بتبقى محمي من كل اتجاه. هتقول لي مثلا طب انا عايز حاجات مضمونه، طيب ما احنا قلنا الشهاده البنكيه، مش عايز الشهاده البنكيه، فكر في اذون وسندات الخزانه. ليه ما حدش بيتكلم عن الموضوع ده؟ اذون وسندات الخزانه يمكن للافراد الاستثمار فيها، العائد عليها مجزي كويس جدا. كام النهارده؟ يمكن كام في المية؟ 14%. انا لسه كنت بقول لحضرتك 14%. كويس قوي. ده غير طبعا الشهاده 18%، بس طبعًا. رقم اثنين بقى في الاختيارات، النهارده ممكن توصل ل 14% العائد على اذون الخزانه، واذون الخزانه دي تصدرها الحكومه. مستحيل ان فلوسك تضيع ولا تروح، مستحيل. دي امن استثمار في العالم، في الدنيا. بعد البنوك طبعا، بنفس القدر من الامان في البنوك واذون الخزانه الحكومه. رقم ثلاثه بس هنزود نسبه بقى الريسك شويه، زي ما انا قلت البورصه، بس مش تدخل لوحدك في البورصه، لان تدخل لوحدك عمليه معقده بالنسبه للبشر العاديين. البورصه بالظبط كده. فممكن تدخل عن طريق شركات متخصصه، هي اللي تدير المحفظه يعني. بالظبط كده، بشكر حضرتك. بالظبط كده، هم اللي بيديروا ليك الفلوس دي، هم اللي بيديروا ليك اموالك. عندك اختيارات كتيره جدا، مش عارف ليه احنا يعني بنسيب كل ده ونمسك في اسوأ اختيار، المستريح، لانه يبدو الاسهل يمكن لناس كتير. طب عايزين نعرف من حضرتك، بالعوده للي حضرتك قلته في الاول،
فكرة ان انا ممكن ابتدي مشروع صغير بان انا اشوف المكان اللي هبتدي فيه والخدمة اللي هقدمها، بعد قد ايه بقدر اقيم مشروعي ده نجح وقف على رجليه ولا لا؟ وهل في جهات ممكن تساعدني في دراسة الجدوى والتقييم طبعا والمتابعة؟ طبعا طبعا، يفضل انه لو انت مش متخصص في هذا المجال يفضل ان انت تروح لمكتب دراسه جدوى. ولما بقول مكتب دراسه جدوى برضو الناس ما تفتكرش ان الموضوع مكلف وكبير. بالظبط. لا، احنا بنتكلم في مكاتب وناس متخصصه بتعمل دراسات بدايه من اول 5000 جنيه. ما هواش رقم اظن يعني ان 5000 جنيه ممكن تنقذك من افلاس كمان سنه او سنتين ويضيع كل فلوسك. ف 5000 جنيه ما تستخسرهاش باللي انت تدفعها عشان تروح تقعد مع حد خبير ومعاه رخصه ان هو يقول رايه وينصحك، فما تستخسرهاش في ان انت تحمي فلوسك وتحمي مشروعك. ده رقم واحد. رقم اثنين، التمويل، هل في حد ممكن يساعد؟ طبعا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ شيرين. طب سريعا يا استاذ محمد لان الاذان بقى المره دي. طبعا طبعا، اتفضلي. طب سريعا حضرتك قول بس النقطه الثانيه سريعا عشان لازم نخرج فاصل. في 360 مليار جنيه تم صرفها من البنوك المصريه اخر 5 سنين لصالح المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر في مصر. يعني في شباب كتيره راحوا للبنوك فعلا واخذوا تمويلات بفايده رخيصه جدا وبتكاليف رخيصه جدا وبداوا يتحركوا. كده ما حدش بصراحه بعد اللي حضرتك قلته ما حدش عنده سبب ان هو ياخد المخاطره دي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي.